فاذا قلت طرحنا في الوثيقه السياسيه هذه القضيه ديال كيف نكونوا ودرنا واحد القضيه كذا كيف نكونوا مساهمين في تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي واللي لا يمكن الا ان نحيي الدوله المغربيه لانه انتبهت له هذا هو اللي كيهدد المغرب دابا اليوم حتى حاجه ما عندنا الفيصل الفيصل سالينا معه قضي الامر ما عندنا حروب اهليه ما عندنا حروب اثنيه ما عندنا حرب عصابات ما عندنا كذا ما عندنا حتى الحمد لله الحمد لله احنا الضرر يجي ياتينا من جوارنا اما داخليا احنا الحمد لله بنسبه كبيره فقلنا كيفاش يمكننا نكونوا مساهمين في هذا الشيء وهنا طرحنا واحد القضيه ديال محوريات الدوله شحال هذه كنا كنديروا نفوسنا انا قلت لك قبيله المقاومه الاستبداد يعني كنديروا الدوله وحنا في مواجهتها اليوم حنا تنقولوا محوريات الدوله يعني حنا مكون اساسي وجزء من هذه الدوله المغربيه ومتعاون طبعا ما خصناش باسم منطق محوريات الدوله او عقليه محوريات الدوله نمشيو عاود نوع من الاستبداد او من الشموليه او الدوله الشموليه ولكن محوريات الدوله هي اللي كنقول لانه هذه المشاريع حنا لقينا راسنا فيها كاتحاد اشتراكي وكنعتبروها جزء من هويتنا الاشتراكيه الديمقراطيه وبالتالي لا يمكن ان نكون هذا القضايا الكبرى لسنا مختلفين حولها حول الوحده الترابيه ديال بلادنا توسيع الشراكات حنا دائما كنا كنقولوا راه ما يمكنش نبقاو اوتاج ديال المستعمرين ديالنا اسبانيا وفرنسا واخا تيغضبوا علينا دابا وانا وكانهم زعما شاريننا تيغضبوا علينا مشينا لالمانيا مشينا للصين مشينا لروسيا مشينا لامريكا مشينا لاسرائيل مشينا للهند هبطنا لافريقيا دابا الان ثاني مستثمر هو الدوله المغربيه فالمغاربه اللي واعين لا يمكن الا ان يفتخروا بهذا الشيء هي 20 المغرب ماشي ديال 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 دابا ماشي هو اللي كان هذه 20 سنه وعندنا اليقين بانه مع هذا الشيء الاكتشافات الغاز اللي كنا كنسمعوها هو شيء مبشر بالخير هذه اشياء ستصلح سنوفر لانه احنا دوله فقيره بغينا ولا كرهنا يعني ما خصنا احنا ما عندناش لو سوسول ديال الجزائر فوالا ما عندناش لو سوسول ديال الجزائر ما عندناش لا بلوفيوميتري اللي كاينه في اوروبا حنا عندنا كنعتمدوا على امكانياتنا المصدر الوحيد اللي عندنا العمال التحويلات ديال ابناء المهجر وهادو اللي ما يمكن الانسان الا يفتخر بهم دابا حنا اوني في لا كاتريام جينيراسيون الجيل الرابع ومنذ اسبوعين لاحظتوا رقم قياسي ديال التحويلات يعني هادو الناس مازال عندهم لي بقلوبهم وبمشاعرهم بوطنهم فهذا هو محوريه الدوله يعني حنا مكون اساسي وجزء من هذه الدوله وداعمين ومساندين ومتعاونين من اجل انجاح هذا الورش لانه تنعتبروه انه واحد الورش اللي جاء لخدمه المغاربه وجلاله الملك سبق له قال اكثر من مره بانه هو ما عنده حزب الحزب ديالو هو المغرب وهما ابناء المغرب بل احدى المرات بمشاعر رهيفه جدا ورقيقه جدا قال ودي راه اللي كتضركم شي حاجه راه انا اول واحد اتالم لها فرجل دوله او رئيس دوله بهذا النوع ديال المشاعر الانسانيه وبهذا الحس الاجتماعي المرهف ما يمكن لك انت كحزب كافحتي احنا الوقت اللي كان خصنا نقولوا لا كنا كنقولوا لا ولكن اليوم لانه هذا الشيء نعتبره في خدمه بلادنا وشعبنا لا يمكن الا ان ولهذا طرحنا محوريه الدوله.